أول مسلسل راح ناخذكم فيه مسلسل اجتمعوا فيه ثنائي، لما يجتمعون مع بعض يعتبر هذا نجاح مبدئي، ولكن النجاح الأكبر أول ما ينعرض المسلسل. مسلسل اجتمع فيه كبيرة القديرة سعاد عبد الله مع الكاتبة هبة مشاري حمادة. الجديد في المسلسل أنه ما راح يكون 30 حلقة نفس القصة، قصص منفصلة، حلقات منفصلة، ويعتبر من أكبر المسلسلات إنتاجياً في الكويت، وأكبر مسلسل يجتمع فيه نجوم الشاشة بتلفزيون واحد. شوفوا كواليس مسلسل كان في كل زمان. المسلسلات يمكن المسلسل بشكل عام مختلف عن ما قدمت يمكن بالسنوات السابقة. المسلسل هذا حلقات متصلة منفصلة، عبارة عن 3 حلقات أو 4 حلقات أو حلقتين حسب ما يحتمل الموضوع. هذه خيانتك، شوف شلت على قلبي، تذكرت وعلي الفقيرة المسكينة اللي ياتها عين وانعمت عويناتها، صار عليها. يبا أنا رديت، يبا أنا رديت. كل قصة فكرة، فكرة بروحها، يعني في شيء قديم، في شيء فانتازي، في شيء حديث، فهذا وايد زين حقنا احنا كممثلين، يخلينا نستمتع. غير حسا ما شر، ايش فيك انت؟ وين ايش فيك؟ ايش فيك؟ ايش فيك ترى عدين الصاير؟ تناولنا موضوعات ما كنا متناولينها من قبل باعتبار التعدد، احيانا تكون عندنا افكار حلوه لكن ما تتسع ب30 حلقه. والله ما اخليه، والله ما اخليه. هدي خلي وريني مرايله. انت كفوت ايدك علي بس قبل الحلقه. اشتغلنا على موضوع الارهاب الفكري، تقبل الاخر، اشتغلنا برا الكويت في لوكيشنات خارجيه، المسافر البسيط العادي ما يشاهده وما يلاقيه وكيف ينظر له باعتباره أنه مسلم أو أنه خليجي، وهو أيضا كيف ينظر إلى غير المسلم. دخلنا في فكرة تقبل الآخر أكثر من الأفكار الأخرى. بالنسبة للشخصيات المسلسل، لما نجي نتكلم عن البطلة مثلا أم طلال، قاعدة تختار نماذج بصراحة، يعني أنا أقول لك نماذج جدا صعبة. علامة اشتراكية. موضوع جديد بالنسبة لي أن نوخر عن 30 حلقة في رمضان لكل 3 حلقات، ليه وين يعني الكاتب ليه وين يروح؟ أنا أقول لك بصراحة إن لو في الخليج في أوسكار أكيد السنة راح تحصلهم طلال، لأن قاعدة تقدم شخصيات مختلفة وصعبة من الناحية النفسية ومن الناحية الشكل، ومن يعني في حلقة من الحلقات أم طلال ما تقول ولا كلمة. محمد القفاص مخرج يهتم بأم أبو يد التفاصيل، يعني من لما ترفع إيدك من هني عشان تجيبها لهني ياخذك من هني لهني 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 كل مراحلها. وايد دقيق بالتفاصيل. أنا كشخصية يعني كفنانة أحب الاهتمام بالتفاصيل لأنها وايد فيها جماليات. العمل مع سعاد عبد الله متعة، يعني إنسانة تبعث على البهجة والسرور في كل محيط العمل. هذا كابوس سعد، وين لقيتيه؟ انتظرونا في رمضان على تلفزيون الراشد. تجربة جديدة راح تكون السنة برمضان في الحلقات المنفصلة، أكثر من قصة في مكان واحد. أنا سمعت من الكاتبة هبة حمادة عن قصص جميلة، من ضمنها هذه أخذوها مني، حلقة اسمها التهمة الله أكبر. هذه الحلقات راح تحاكي قضايا الإرهاب اللي قاعد تصير ونظرة الغرب على الإرهاب. طبعاً اليوم احنا راح ناخذكم بجولة مع أبطال كل مسلسل كان المفروض
النجمة سعاد عبد الله تشرفنا اليوم بالحفل، ولكن لظروف التصوير تعتذر من الجميع انها ما تقدر تكون متواجدة، ولكن حرصت انها تتواصل معاكم ومع الاخوان الاعلاميين وزملائنا الفنانين باتصال هاتفي. فمساك الله بالخير يا ام طلال. مساء الخير. مساء الخير. انا اعتذر وبشدة، انا لاول مرة اغيب منذ سنوات طويلة عن احتفالية الراية وتواجدنا بينكم وبين الأخوة المشاركين ببقية الأعمال، لكن للأسف حفى الله. أيضا كان ممكن اليوم نأجل التسجيل، أرجو أن تسمعني بس للآخر وبعدين علق على راحتك. يعني إحنا رتبنا أمورنا أن نخلص 3 أيام لأن الحلقة كلها خارجي وكلها بالمباركية. القضية أنه طبعا إحنا لما رتبنا أمورنا قالوا لنا أنه في إضراب يوم الأربعاء والخميس بالمباركية، فرتبنا أمورنا على أن نصور 3 أيام هذه في المباركية والباقي في محيطها بحيث لا نخسر مشاهد لابد أن تصور داخلها. لذلك أنا متأسفة جدا أني ما كنت بينكم، والسبب طبعا الإضراب المزعوم. تجربة الحلقات المنفصلة من ضمن الكتابات أو القصص الموجودة، شنو أكثر قصة شدتك فيهم؟ والله تدري شلون، يعني اليوم احنا بهذا السؤال قاعد نسولف مع بعض في البريك في اللوكيشن، قاعد يعني هبه كانت موجوده ومجموعه من الفنانين كلنا قاعد نقول منو، يعني شنو نرشح اي حلقه. ما اعرف، انا شخصيا يعني عندي نوع من الحيره، ما اعرف اي حلقه ممكن افضلها على الاخرى. انا عمري ما فكرت اني امدح عمل انا اكون فيه، اقول المعيار والمقياس الجمهور وهو اللي يحدد وهو اللي يقول، لكن أنا أشوف أنه في فعلاً كل حلقة فيها شيء مختلف عن الآخر، كل حلقة فيها قيمة مختلفة عن الآخر عن الحلقة الأخرى، كل حلقة فيها أجواء شكلية، يعني عدا المضمون في جو شكلي مختلف عن الآخر. يعني دخلنا في التراثي، دخلنا في السياسي، دخلنا في الكوميدي، دخلنا في الكوميدي عدل من خلال 3 حلقات أو 4 حلقات فيها كم كبير من الكوميديا، ورجعنا لفترة من خلال مضمون قوي وموجه، يعني مو كوميديا من أجل الكوميديا، لا لا لا. أنا أعتقد أنه أنا أغلب الحلقات حابتهم، أغلب الحلقات أحس فيهم جهد وتعب. يعني أنت لما يكون عندك 30 حلقة معروفة مواقعك ولوكيشناتك، لكن صعبة أنت كل أسبوع تغير موقع أو تغير لوكيشن من منازل إلى بيو إلى شوارع إلى، يعني حاولنا ما نرجع للموقع مرة أخرى، يعني لهالدرجة. يعني الله يعطيك الصحة والعافية أم طلال، ومنتظرين إن شاء الله في رمضان، توعدين إن شاء الله الحفلة الجاية تكون متواجدة معنا إن شاء الله بإذن الله إذا الله حيانا. شكرا للجميع، واعذروني معذرة قوية وشكرا جزيلا. العفو العفو، يعطيكم العافية. طبعا من نجوم المشاركين في المسلسل عندنا الفنان القدير جاسم النبهان متواجد ويانا بالحفل، فبعد إذنك تتفضل معنا على المسرح. مساكم الله بالخير، وأحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا من العام الماضي في هذا المكان، نجتمع اليوم مرة ثانية وسنة جديدة من أعمارنا، إن شاء الله تكون أعمالنا كلها خير وبركة، وكل عام وانتم بخير بنفس الوقت. أنا سعيد أني وياكم، سعيد أني أشوفكم، وماني سعيد أني ما أشوف بعض إخواني اللي فارقونا، ما ننساهم من النجوم اللي كانوا في الأول يحيون رمضان معانا، حسهم بيننا، وحتى من غاب عن هذه الحفلة وهو في عمل الآن لا شكه بيننا. أحييك عزيزتي زميلتي سعاد، الله يعطيك الصحة والعافية. آمين. هي بودها أن تكون هني، لكن كلمتنا وهي في العمل هناك، هي في المباركية الآن، الله يعطيها الصحة والعافية. وسعيد أني أنا أجتمع مع سعاد
عبد الله أم طلال بعد مرور ما يقارب 20 سنة تقريبا إلا شوية. ما شاء الله. آخر عمل كان القرار الأخير أو القرار الأخير. القدر المحتوم. القدر المحتوم. القدر المحتوم. تجربة الحلقات المنفصلة شلون شفتها؟ تجربة الحلقات المنفصلة يعني أكثر من قصة بمكان واحد، شلون هذه التجربة وياك السنة؟ طبعا العمل يكون مكثف في هذه الحلقات البسيطة القليلة اللي ممكن يكون يعني 30 حلقة لكن هو مكثف، فتكون العمل فعلا محتاج دراسة كاملة بحيث أنه هو ما يفقد الأول الاسترسال، استرسال القصة، ومحتاج إلى كاتب فعلا، كاتب ومتتبع وراء الكاتب دراماتورك يعني. وكانت الدراماتورك هي الأخت سعاد، كانت هي اللي وراء العمل هذا. كتجربة طبعا احنا كنا نجرب في الأول في حلقات ليست منفصلة، إنما في سهرات، سهراته كانت سهرات حققت النجاح في ذلك الوقت طبعا، لكن هذه تجربة عادت لي هذاك الجو. بس هذا العمل بالذات إذا سمحت لي يعني أتكلم عن التجربة، أكيد هذا العمل كان المفروض أن نسويه في الكويت، ما صار في الكويت، رحنا البحرين، وأنا سعيد بأني هناك في البحرين والعمل فيه بحر، فقلت خوش شيء، الواحد والبحر دافية البحرين. طلعت من مكة جيت البحرين، نزلت مطار البحرين قعدت أتنافض، ما توقعت أن درجة الحرارة تصل 7 في البحرين، وهذا كان في شهر 12، الجو بارد وممطر. كنا بنصور هذا العمل في 9 أيام، صورناه ب19 يوم. ما شاء الله. البرد كان قارس وأمطار مستمرة طول الوقت، أمطار خير كانت. أما كل طاقم العمل حقيقة كانوا فدائيين في هذا العمل، من الإنتاج إلى الممثلين إلى أصغر ممثل كان معانا طفل صغير عمره لا يتجاوز 4 سنوات، كان رائع جدا رائع، بتشوفونه إن شاء الله في هذا العمل. شيء آخر عندك سؤال ولا أكمل؟ تفضل، أنا مستمتع بالسوالف على المسلسل. أنا أول شيء أشكر قناة الراي بشراكتها مع منتجين الكويت، وهذا واجب يعني جزء من التشجيع، تشجيع الفنان والمنتج، منتج الأعمال الدرامية. عملية الإنتاج بالمشاركة شيء رائع، ودعم للفنان ودعم للإنتاج بنفس الوقت. أنا شد على الدين كل واحد بذل جهد في كل أعمال هذه القناة. شكرا لكم، وإن شاء الله لنا إن شاء الله لقاء في أول رمضان، وكل عام وأنتم بخير. مشكور، ناطرين إبداعك في رمضان، ساعة المباركة، بالتوفيق إن شاء الله.